السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان كريم علينا وعليكم، وتقبل الله طاعات وعاده والصحة والعافية علينا جميعا. نستمر في إعطاء مادة السيطرة منظومات التبريد والتكييف للمرحلة الرابعة، هندسة ميكانيك القوى فرع التبريد والتكييف. اليوم نتواصل في إعطاء الجزء الأخير من الفصل الرابع، وهو دوائر السيطرة الإلكترونية لمنظومات التبريد والتكييف. في المحاضرة السابقة تناولنا أنواع المسيطرات وكذلك ريفرس سيركت، وشرحنا تفصيليا الويتستون بريدج. اليوم سوف نشرح الجزء الأخير من الفصل الرابع، وهو جزء من أكثر أهمية، وهو الأمبليفاير. الأوبريشنال أمبليفاير وهو من أساسيات الأوبريشنال أمبليفايرز، وهو من أساسيات دوائر السيطرة الإلكترونية، وهو سوليد ستيت أمبليفاير الذي يضخم الإشارات التي تتغير مع الزمن والتي لها مدى واسع من الترددات، وهو أحد الدوائر المتكاملة وأكثرها انتشاراً في الدوائر الإلكترونية بسبب سعره المنخفض وسهولة استخدامه، ويرمز له بالرمز مثلث ويقول له أبوت، الأوتبوت واحد والأنبوت يقول له عادة اثنان أو أكثر من ذلك. الأنبوت يأتي من المتحسسات السنسرز، الأوتبوت يذهب إلى المسيطر كنترولر. يحتوي الأمبليفاير على دائرتين في داخله، لأغلب التفصيل نبسط على شكل دائرتين. هذا هو الأوبن لوب أمبليفاير، دائرة الأنبوت ودائرة الأوتبوت، دائرة الأنبوت ودائرة الأوتبوت. دائرة الأنبوت تحتوي على مقاومة الأنبوت، وهي مقاومة عالية جدا، بينما دائرة الأوتبوت تحتوي على مقاومة الأوتبوت، وهي مقاومة صغيرة. قلنا أكو عندنا طرفين للأنبوت، الطرف الموجب هو النون انفيرتينج أنبوت، النون انفيرتينج أنبوت، الطرف السالب انفيرتينج أنبوت. يعني أكو عندنا طرف بوزيتيف أكو طرف نيجاتيف. أما الباور سبلاي، القدرة المجهزة للأمبليفاير، لأن الأمبليفاير يحتاج إلى قدرة من أجل تضخيم الإشارة، عملية تضخيم الإشارة، أنا أعطي قدرة حتى أطلع إشارة مضخمة تطابق بالشكل، مو بالقيمة، تطابق بالشكل الإشارة الداخلية. والأمبليفاير هو من هنا عندنا أوبريشنال أمبليفاير، هو تجرى مجموعة عمليات رياضية حسابية في داخله، وراح نجي ناخذ الأنواع اللي مالته شلون يتعامل معها. الأمبليفاير من ميزاته تكون المقاومة الأنبوت كبيرة جدا لمنع تدفق التيار واستهلاكه في هذه المقاومة. النقطة الأخرى تكون مقاومة الأنبوت كل الصغيرة، إذا قرنت بمقاومة الأنبوت، والأمبليفاير يحاول يجعل فرق الجهد بين هذا الطرفين، أو يحاول يجعل الفرق صفر أو يساوي هذا الطرفين، V1 يساوي V2.
يعني هذا الديفرنشيال فولتج حولي اللي يجعلها يساوي تكون قيمتها صفر. من أشهر أنواع الأمبليفاير هو TL741 والـ LM741 والـ UA741. الأمبليفاير هو مضخم، لذلك يضرب القيمة بمقدار رقمي كونستانت. نسمي هذا المقدار هو الجين، مرات الرجولة A مرات الرجولة U أو U. هذا المقدار الإشاعة تضرب، لذلك تكون علاقة فردية بين الإشاعة الداخلة والإشاعة الخارجة. فهذا الجين هو عبارة عن نسبة الفولتية الخارجة إلى الفولتية الداخلة، الفولتية الخارجة إلى الفولتية الداخلة، أو نسبة المقاومة الفيدباك إلى مقاومة الإنبوت، مقاومة الفيدباك إلى مقاومة الإنبوت. أما الإشارة السالبة هنا، هذا الإشارة السالبة النيجاتيف هنا، هي هاي تدل أو تشير إلى الإنفيرتينج إنبوت. إذا كانت بلس يعني نون انفيرتنج انبوت اللي شفناها قبل قليل، لان كل عندنا لان نون انفيرتنج هاي انفيرتنج. هذا الشكل اللي نشوفه المتعارف عليه اللي شايفينه يحتوي على 8 ارجل، 8 بنز. هاي الثمانية بنز 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. أن الواحد والخمسة هي input offset تستخدم بغير البالانس، أما الاثنين والثلاثة هي الغرض الانبوت اللي تأتيني من المتحسس. الاثنين inverting input، الانفيرتينج انبوت اللي تكون نيجاتيف، اللي تكون نيجاتيف. اما الثلاثة هي نون انفيرتينج انبوت، تكون بوزيتيف، تكون بوزيتيف، تكون بوزيتيف. الانفيرتينج انبوت تكون نيجاتيف، الانفيرتينج انبوت تكون نيجاتيف. اما الثلاثة هي تكون بوزيتيف، اما الثلاثة هي تكون بوزيتيف. والاوتبوت قلنا عليه هو يكون يعني تكون قيمة واحدة أو مأخذ واحد، يكون له مأخذ واحد، هو هذا الأوتبوت رقم 6. أما عندي الباور سبلاي يكون نقطة أو الرجل 4 والبن 4 والبن 7. البن 4 هو النيجاتيف في سي سي، أما البن 7 هو البوزيتيف في سي سي. هذا الباور سبلاي اللي شلته يعني، هذا هو الباور سبلاي، هذا البوزيتيف طرف البوزيتيف وهذا طرف النيجاتيف، هذا طرف النيجاتيف. لذلك مثل 7 هو في سي سي والأربعة النيجاتيف في سي سي. أما النقطة الثمانية هي هاي النقطة اللي ماكو عندي ربط، no connection بالمتروك، يعني ما سافر. إحنا قلنا بأنه أني أضخم الإشارة، عملية تضخيم الطين باور حتى أضخم الإشارة، بس الباور اللي أعطيها لها حدود، الباور اللي أعطيها لها حدود. إذا ضخمت الإشارة مالتي
وعبرت الحدود الباور يصير عندي حاله يسموها الساتوريشن، حاله تصير عندي يسموها الساتوريشن، لان قلنا اكو عندنا علاقه طرديه بين الانبوت والاوتبوت، الانبوت والاوتبوت علاقه طرديه، هذه العلاقه طرديه. إذا ضخم الإشارة، ضخم الإشارة أكثر من قيمة الباور سبلاي راح يصير عندي ساتوريشن، يصير هنا خط مستقيم تنقطع، يصير خط مستقيم تنقطع الموجة الصورة هاي. إذا كانت الإشارة داخلة شكلها بحال شكل هذا، من أين يكبرها؟ راح أعطي قدرة، أعطي قدرة بس إذا تقييم راح يعبر الحدود للقدرة المجهزة تنقطع الإشارة بهالصورة هاي، فلذلك نسميه هذا saturation، فيكون تقييم مالتي أقل من حدود الباور سبلاي، أقل من حدود الباور سبلاي. احنا في المقدمة أخذنا كنا أن هذا هو الأوبن لوب، هذا الأوبن لوب اللي عندي موجود، وهذا تكون نسبة التكبير في كل عالية، تكون نسبة التكبير في كل عالية، يعني تصل إلى حدود من الكين مالته من 10^5 إلى 10^8. 10^5 إلى 10^8، والمقاومة اللي عندنا من 10^5 إلى 10^13 أوم، أما مقاومة الأوتبوت فتكون من 10 إلى 100 أوم. هذا نسميه أوبن، بس أي أربط ويا فيدباك حتى أسوي كلوز لوب. من أريد أربط الفيدباك ويا أسوي كلوز لوب راح يصير بصورة. هذا مثال على أكو عندي ربط الفيدباك، أربط عن فيدباك، أربط الأوتبوت بالإنبوت، أربط الأوتبوت بالإنبوت. الإنبوت منو؟ الإنفيرتينج إنبوت أو النون إنفيرتينج، أيا كان، فهذا الربط اللي عندنا نسميه كلوز لوب، كلوز لوب. هاي النوعية هو نسميها البيسك اوبريشن امبليفاير، هذه النوعية نسميها البيسك اوبريشن اوبريشنال امبليفاير، البيسك اوبريشنال امبليفاير. الربط مالته كي، مثلث كي، البيسك اوبريشنال امبليفاير. عندي مقاومة الفيدباك، هاي مقاومة الفيدباك هي مقاومة متغيرة، أنا حتى أغير بيها حتى أصير حتى أحصل على تكبير مناسب، أريد التكبير اللي أريده أنا أحصل على التكبير المناسب. أما هذه مقاومة الأنبوت، مقاومة الأنبوت المربوطة عندي. لاحظ هذه المقاومة اللي موجودة المضافة، هذه المقاومة تضاف حتى ما يصير أكو شفت بين الأوتبوت والأنبوت، حتى ما يصير بين شفت بين الأوتبوت والأنبوت اللي عندنا موجود. قلت عندي في مثل هذه الاوبريشن امبليفاير اكو عندي انفيرتنج، اكو عندي نون انفيرتنج. الانفيرتنج ونون انفيرتنج، الانفيرتنج هو النيجاتيف المربوط الى النيجاتيف، والنون انفيرتنج هو المربوط الى المربوط الى البوزيتيف. فعندي the two basic operation amplifier circuits حشوفها inverting operation operational amplifier، فصل هذا inverting operation amplifier راح تربط الانبوت الى النيجاتيف، يربط الانبوت الى النيجاتيف، وكذلك الفيدباك مالته يرجع الى الطرف. اما البوزيتيف فيربط الى الجراوند او الى مقاومة، مثل انك تربط مقاومة اضافية
لغرض منع الشفت بين الأوتبوت والإنبوت. الجيم بهالحالة الكسب اللي عندي موجود بيصير هو عبارة عن قيمة الفولتير مال الأوتبوت مقسومة على قيمة الفولتير مال الإنبوت. الجيم اللي عندي موجود هو عبارة عن قيمة الفولتية مع الأوتبوت مقسومة على قيمة الفولتية مع الإنبوت، وكذلك يساوي قيمة المقاومة مع الفيدباك مقسومة على قيمة المقاومة للإنبوت. قيمة المقاومة الفيدباك مقسومة على قيمة الإنبوت. أما الإشارة تدل على أنه inverting operation أو operational amplifier inverting operational amplifier، وراح نشوف شو معناه. لأن عندي الموجة الداخلة راح تنقل على الموجة الخارجية تنعكس، أما بالنون inverting operational amplifier راح يكون